لو الحكاية فيها إن فيتو. إيه رأي حضرتك في الحلقة الأخيرة بتاعت ريهام مع سعيد؟ لا، الحلقة الأخيرة دي صعبة، صعبة عشان أولادنا وعشان كده، صعبة على نفسية الأولاد والأطفال، لأن حاجة زي تتعرض بالبشاعة دي، لأن كله بيت له حرمانية وله أصول، ما نجرحش ناس في مشاعرهم كده، لأن يعني ما حضرتك شايف ده ممكن تساعدهم بطريقة تانية؟ تساعدهم بطريقة تانية، تساعدهم بالعلاج، بالطب، بالشيوخ، تشوف لهم يعني في 100 طريقة إنما ما يعني ما ينفعش بالطريقة دي، لأن البيوت لها أسرارها. طب حضرتك لأداء ريهام سعيد عموما وبرنامجها؟ يعني هو بتجيب حاجات كويسة، يعني اللي بتساعد الناس في الأطفال اللي عايزين يعملوا عمليات اللي هي السمع، عمليات الصمام في القلب وحاجات من دي، ماشي، حاجات إنها تقدر تساعدهم، إنما ما نلعبش يعني بمشاعر الناس. يعني الحلقة مش عجباني من ساسها الرسم من أولها لأخرها، عشان ريهام سعيد دي عايزة تشهر نفسها من عرفة الناس الغلابة. حاجه زي ديت مشاعر الناس ما ينفعش تتزعق قدام ال 90 مليون يشوفوا خمس بنات بالطريقه دي، العالم كله. فديت يعني انا للمحافظه بتاعت البت، مش لاهلها بس، انا للمحافظه بتاعتها وللشعب المصري. ما ينفعش حلقه زي ديت تتزعق، بس دي زن. هو الغلبان ما بيشبعش غلب، هو لو يعني هي لو تساعدهم يعني لله، هي اللي تساعدهم توديهم مصحه على حسابها الخاص. عجبتك الحلقه يعني؟ انا ما اتفرجتش عليها بس لو سمحت. مش حد فاضي يتفرج على حاجات زي دي. اتفرجت على الحلقه الاخيره؟ لا مش على تسلا والله، كنت صاحي والله. طيب ايه رايك في اداء ريهام سعيد والمؤتمر الصحفي؟ كويسه وحاجتها كلها كويسه وارائها كله كويس. عنده ناس متعلمين، كنا 21، عارف كنا 21 يعني ايه؟ شغلك كلام فاضي. اه ده كله. يعني دلوقتي لو انا مريض ما اجيب انا بقى. تعمل ايه يا اخي؟ نعم. لما تاخد دولار في مستشفى نفسي بدل ما هي عماله تعمل في شغل عمليته ده كله، طب ما تتكلف وتخلي الناس تاخد فلوس وتتحط في مصحه نفسيه وتعالجوا صح. مش لازم يعني حضرتك شايف ان هي استغلتهم. طب عشان تعمل شو اعلامي؟ مش سيبك من بيرجعوا بالشو. انا برجع، انا بتكلم الحاجه العلميه دلوقتي. ما انت تعبانه تروح فين؟ مستشفى بقى. لو جعانه اروح مطعم. حلو. لو تعبان زي كده اروح مستشفى نفسي. اما الدكتور اللي جايب لي الكور دوت، طب انت متابع الحال؟ انت ما عالجتهاش ليه؟ ليه حلوه انت والله، يعني مره او مرتين كده بس مش وحشه. اكتر برنامج شدك فيهم ايه؟ انا زي ما بقول لك انا بصراحه مش متابعهم قوي عشان ظروف شغله وكده. ايه راي حضرتك في ريهام سعيد بتقدمه؟ يعني بتقدمه والله شيء من الواقع وحاجه اكيد يعني. طب بالنسبه للحلقه الاخيره حضرتك كنت مقتنع بيها او مش مقتنع؟ والله اصلا مش هي ما بتالفش، مش راحت وشافت الناس بالفعل وجابت شيء من الواقع. لا ما دخلتش دماغي. والكلام اللي اتعمل قال قبل كده في كذا برنامج تاني، بس لا. يعني المحتوى اللي كانت بتقدمه في البرنامج مش مقنع، تحس لو قاعدين نتسلى بس، يعني شويه ايه عبال ما نقلب على قناه ثانيه كده يعني. بس طيب حضرتك ايه راي حضرتك في ادائها عموما؟ لا هو ريهام سعيد مذيعه كويسه يعني، كويسه جدا كده، وبتجيب حاجات 10 على 10. بس البرنامج اللي مره فاتت دوت ما دخلش دماغي، حسيت ان في ايه يعني مقفورين كتير قوي. بس هي في مشاكل صح، في مشاكل ايه؟ مش وقتها يعني، مثلا زي البنات دي الحلقة الأخيرة اللي انت شفتيها هتصعب عليك، دي خمس بنات مش رجالة، البنت بتختلف عن الولد حاجتين يعني، فيهم واحدة يعني تلعب بره البيت ويقول لك ايه بقت كويسة، يبقى في المسكن نفسه في شيء. لكن يعني حضرتك كنت متعاطف مع ريهام سعيد الحلقة اللي فاتت؟ الحلقة دي متعاطف معاها.